يوم مع الهلال الأحمر الجزائري نعتبرها كذلك فرصة قدمها لنا الهلال الأحمر الجزائري وهو مشكور على ذلك، هي فرصة للإسهام في دخول مدرسي ناجح. موبيليس اليوم تقوم بتمويل وهي الشريك الحصري لعملية تزويد أبنائنا ب 125 ألف محفظة مدرسية بلوازمها. 125 ألف محفظة مدرسية بلوازمها، تستطيع السيدة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تأكيد ذلك حسب المعطيات المتوفرة لدي، هي أكبر عملية من هذا النوع يتم القيام بها. أهدف إلى تمويل أبنائنا من الطبقات التي هي في حاجة إلى ذلك، وليكون الدخول المدرسي ناجح. بفضل هذه الشراكة تمكنا من مضاعفة عدد المحافظ المدرسية من 60 ألف السنة الماضية إلى 125 ألف هذه السنة، وهذا بفضل نعود نقولها المساهمة السخية لشركة موبيليس اللي تكفلت ب لا توتاليتي الإجمالي تاع العملية التضامنية للدخول الاجتماعي لسنة 2024. المحافظ المدرسية هذه ستخص الطوعين الابتدائي والمتوسط، سيتم توزيعها وفق القوائم التي يملكها الهلال الأحمر الجزائري للعائلات الموزة، وكذلك بالشراكة مع السلطات المحلية اللي عندهم كذلك قوائم احتياطية نساهم بها كذلك مع مختلف ولات الجمهورية والبلديات. إذن هي عملية شاملة، سعداء جدا بها.